Genom att det far och att det är dig när du aldrig vill. Puede det bra. Take it by your side. Yeah, no, and at first just press you that you do. He have no eye to tell the truth. Get it to your face and delay. I cannot trust anyone. I can trust just on the road. When I take my resolution, I close my eyes not to see. So hurty, I never close them when it's about to witness of the truth. Never shut my ears when it's about to see and hear a true story. I never play the blend, never play the deaf, never play the mute. I talk what I want to say. My words sounds the truth. My silence is so low. Just smile to the sky when the rain is so hard. Just smile to the sky when the sun is so hot. Rise up your hand, try to tell the sky you're allowed to dream. Dream about reaching the top of all your ambitions. Don't believe all that is coming from the east. I've already told you, the plague is coming from the east. They know how to lie, they know when to cry, they know where to die. They know how to bleed innocent. I never play in the arts. I never look for fame. I never look for someone to blame. I never pretend that we are all the same. We are different, we can never have the same history. Not the same roots, not the same mind, not the same tradition. Yet they're the only way we have ours. Weakness is not wisdom. And the wisdom is not weakness. Don't listen to them, they just play the game. هاد القضية ديال الحرب مع إيران راه ما كايناش، راه بيان جيغي، راه مسرحية. غادي يضربوا شي بلاصة با فيكتيم با كذا، وغادي هادي ويدخلوا غادي يسكتوا القضية وترمين. خاص إيران ترد وتعطيها لوتوريزاسيون لي زيتازيني باش ترد على الضربة ديال القنصلية. وهاد الحرب غتكون ميتريزي بار لي زيتازيني و اونكادري بار لي زيتازيني وغادي تسالي بالزربه. نشوف واحد لي زوديو.
نجيب واحد لي زوديو جاوي يا ويلي، الله يكون شي يودي ما يكون شويه تخسر الهضره. السلام عليكم ورحمة الله أخي العوتي. أنا سيفت لك هذاك الفيديو اللي تكون شفتو أنت، هذاك تاع جينيرال اللي يقول لك يهضر على الصحراء كريمة. السلام عليكم ورحمة الله أخي إبراهيم الغوتي، كيراك لاباس عليك؟ بخير. اسمع لي أخي العزيز، ديالك الرئيس تاع فرنسا غادي يجي مواد مي، إيوا هذه هي الساعة اللي خصنا نديرو واحد اللافتة أو نديرو شي وقفة على حساب الصحراء الشرقية. ما نظنش غادي يجي، غادي ترون الرقادية، غادي تر ها والله الا مقصرين بالله. شوف هذا 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 هاد. السلام عليكم ورحمة الله أخي إبراهيم الغوتي، كيراك لاباس عليك؟ بخير. اسمع لي أخي العزيز، قالك الرئيس تاع فرنسا غادي يجي مواد مي، إيوا هذه هي الساعة اللي خصنا نديرو واحد اللافتة أو نديرو شي وقفة على حساب الصحراء الشرقية. ما راه يخرج حتى واحد. نتوما نتايا ما شاء الله عليك. بلاتي شتي والله ما يخرج لك شي واحد بالله. شتي في القضايا الوطنيه ابيك تو ميز اكسكيوز، تو ميز اكسكيوز، والله ما غيخرجوا لك. غادي يخرجوا، غادي نخرجوا، ما لقاو حتى واحد ورانا بحال ذاك الفيل خصو فيله. صافي ما كاين. شوف يخرجوا في قضايا اخرى. شتي في القضايا الوطنيه ما تعولش غيخرج لك شي واحد، كون على يقين ما غاديش يخرجوا لك. ما عدا الا كانت الجاليه هنا، كان في شي صيف وكانوا هنايا، الجاليه المغربيه غادي تعبى وتخرج بحالك انت وبحال اي بي ومع النار والمجموعه. تلفوا شي سيبوا شي حاجه. سيبوا شي حاجه باش الريس تاع فرنسا يكون مخبرو. هذا هو الحل. وإلا غير نفوتو في تيك توك، ولا نفوتو في الواتساب، ونفوتو في اليوتيوب، ونفوتو نقولو راه ما عندناش الصحراء الشرقية. قالك سمعت، قالك كثرة الهضرة ما تشري خضرة. سمعتني، كثرة الهضرة ما تشري خضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمح لي ما قلتلكش السلام عليكم. معليش. شوف أنا كنقول لك هادشي ديال الصحراء الشرقية وداك الشيء، هذاك الشيء راه حنا بور لو مومون حنا عندنا بعدا نفضيو الامور الاخرى. هذوك هما يسون توبليجا يقدموا الولاء والبيع للملك المغرب قريبا دون 5 اون المجاعه اون 2030 جيسكا 2035 لالجيري سي فيني اي فون تو سو راباتري سو ان سو ريغوبي سو ديريجي فيغ لو ماروك. تلمسان مغنيه بنين صاف سيدي وشاع مضرومه غزوات ديك نموس داك الشيء كاع يولي عاد زيد الصحراء الشمال والجنوب. الجنوب الغربي ديال الجزائر اللي هو بالنسبه لنا الجنوب الشرقي غادي يقدم البيعه، ما تحتاج كاع دير لا مسيره ولا والو. يفون ايزون باش يخرجوا من داك لونكلاب هذاك السيفيرون، لان الصحراء ما عندها حتى مخرج. الصحراء الجزائريه ما عندها حتى مخرج، مسدود عليهم، غيموتوا جوعا وعطشا. ها ذا هيت سان تقتلهم السمش والمجاعه. الماء ما كاينش، المغرب قوى البراجات على حدود الجزائر في الجهه الشرقيه، راه غادي بزز منهم يقدموا البيعه للمغرب. كون على يقين انهم غادي يثوروا ضد النظام الجزائري اللي كان باقي حي، وغادي يقدموا البيعه للمغرب. هذا كون هذه مساله حتميه مدروسه وكاينه ان شاء الله. اخي ابراهيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. راني شتك تسمع الفيديو اللي صيفط لك. انا نقدم لك راسي، انا سميتي العرش الحبيب، سمعت من قبيله بني فشات من جبل دبدو. اسمع اخي العزيز، حنايا 60 سنة ضيعناها مع خوتنا صحاب الشرق. 60 سنة في 73 سيفنا العسكر نتاع تاعنا لسوريا، باعوه. لو كان مش صدام حسين اللي سيفت 16000 أم و500 طنق، لو كان واحد ما يرجعش. ونزيد لك واحد المعلومة، واش في خبرك ولا ما في خبركش؟ كيما سير كلاو اليهود المغاربة وبقاو كيهضروا معاهم بلا اوت باغول في الطياره ولا في الهليكوبتير، كانوا كيقولوا لهم روندي وراه الحسن دي باعكم يهود.
السفريوي الله يرحمه الجنرال السفريوي صيفط ميساج بالشلحة، صيفط الحسن الثاني الله يرحمه، حسن الثاني صيفط ميساج الحسن البكر كان الرئيس ديال العراق، وتم الرئيس تاع العراق دفع 16,500 طن باش ليبيرا وداكشي اللي بقى من المغاربة. سمعت هذه في 73، في 75 تاع سوريا جمع مع الجزائر مع القذافي هذاك الكلب هذاك العاقر هذاك. سمعت احنا اللي هو سمو دارونا فعلا راهم قتلوا في خوتنا مساكين الفلسطينيين، ولكن احنا اليهود ما دارونا والو. انا من سمعت حنا العشراوي كما المغرب دار المعالقه مع دارها مع مع مع, مع اسرائيل 2020، حنا العشراوي راه ما خلات غير مسات المغربيات والمغاربه. حنا العشراوي اللي ما عرفاش راه كانت وزيره مع مع, مع ياسر عرفات، ما خلات غير مسات. دوك هاد الناس ما فيهم ثقه. ياسر عرفات الروح من الله يرحمه هو تلقى بعبد كيقولوا هذاك الرئيس الاول تاع البوليزاريو. سمعت مراكشي انا كما نسمع لهذاك رضا الفلسطيني هذاك اللي كيفوت مع اسعد الشرعي، انا ما نكذبش عليك انا اللي كنا نخدم كحلان ماشي مع اليهود. نرفض اخويا المكحلان ماشي مع اليهود، ما نكذبش عليك. لا اله الا الله محمد رسول الله، واللي ما فيه نفس الله يجعل ربي يقلع حاله صدره. سمعت المهم راهم قالوا باللي بعدك الرئيس تاع فرنسا ان شاء الله من المد ما يمكن كيقولوا سبتمبر يجي المغرب، وخصكم توجدوا روحكم انتما. انت الله يحفظك ويرعاك وينجيك ويسترك ويغلبك على من هذاك. الله يطول عمرك. انت سنايبي منار كاع الدراري اللي هما فيفون، باش هذاك اللي كيقول لك كبس. سمعت هنا غادي تعرف المغربي اللي راه يدافع بالحق، وكاين المغربي اللي راه يدافع على يدافع غير على كبس. سمعتني؟ اما ديروا شي لافيته الى سمحوا لكم يعني لوطوريتي نتاع المغاربه باش دير واحد لافيته يعني في المطار او في الممشى الرئيس تعرضوا ضرب هذيك اللافيته. ما نحن دائما خايفين، بلادنا مشات ما تنا فايتها 30,000 عسكري، والعسكر تاع الجزائر كان يجي يدي المغاربه من تندوف ويعذبهم في عنده في بلاده. سمعتني؟ ما نحن دائما خايفين، ما نحن دائما بهدي، ما نحن دائما هذه خوه الله يقطعها خوه بحال هذه. اسمع انا منين كيهضروا معايا الجزائريين على شي ديال الصحراء، يعني يجي لوكازيو باش كنهضر انا وياهم كنقول لهم شوف الا تقدوا تعجنوا الرمله بدمكم اجيب، الا قدرتوا تعجنوا الرمله بدمكم الا فيكم شي دم اجيب. مالنا خويا الغوتي، مالنا احنا دائما خايفين بصح، مالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز. الله يحفظك الله يحفظك وليداتك ويسترك. وحدي راسك مشميت وحدي راسك يا ودي، احنا مكامي أصحاب العدالة والتنمية. أودي تاهم معك يدبروا على راسهم تاتايا تاتهم أودي بصلا راهلات راني غلط أنا اسمح لي يسمح لي أخويا بلا لا بصلا اسمح لي. سمعت هذاك حميد شعبات كان فيه محامي على الصحراء ديال المغرب وعلى المغرب على البلاد تاع المغرب. إلا راك عاقل مني كان هضر على القناتسة وهضر على كلهم بالشهر وهضر على العين الصفراء وهضر على ونضلوا من العدالة والتلمة. قالوا له الزازان قالوا احنا غير هو اللي كيقول احنا ما قلناش العدالة ما تقوش فيهم، وهذوك صحاب الحياة غير ما تقوش فيهم عطوهم الزاز. هذوك صحاب الحياة ما كرهوش يردوا المغرب في بلاد سوريا، والله يردوا المغرب في بلاد ليبيا، وحنا راه الا طردت عنا راه ما تصفاش. هذاك الشيء اللي راه دور الجزائر، وطردنا ديك الساعه الدويلات يعني الريف دوله، سوس دوله، الدار البيضاء والشاويه دوله، زيان دوله. وسمعتني اخي العزيز
يحيى المغرب، يحيى والرجال ديالها، ويحيى ابراهيم الغوتي. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. السلام عليكم ورحمه الله. انا كنسمع حد هادو بوشما هادو ملي كيهضروا على سبتهم مليليا وعلى الجزر زعطايا وعلى دوك الحوايج اللي تما في البحر. انا جيت لكم سيدي خاش هذيك سبتهم مليليا وديك المجموعه بحال شي واحد قزا الدار نتاعو الواحد قزاها له بواحد لاصوم نتاع الفلوس، يعني من يورو ولا جوج ولا 10 ولا 12 ولا حيت كان مسحق من الفلوس وقزا له الدار، ولكن بيناتهم واحد ماشي معاهده، يعني نهار نوجد الفلوس نعطيك فلوسك اللي سلفت ليا اللي عطيتني وطرد ليا الدار نتاعي، ولكن انا هذيك الفلوس كنقول يعني نهار تكون عندنا قوه عظمى. دابا الحمد لله المغرب الحمد لله يعني نقدو نحنو على راسنا بيان سير كما قال بوتفليقه نقدو نديرو جوج كوب دو موند نقدو نحنو على روحنا، ولكن سي با المومون نو سي با المومون. ما حدا ما جبنا شي البلاد من عند العدو الحقيقي سبتهم ليا ما نخربوش فيها، وإلا خربنا فيها رحنا هبالة. أجايب بوحد هاديك نهار نجمعو روحنا وتكون عندنا قوة عظمى وتكون عندنا علاقة مع الدول، مع إسرائيل، مع أمريكان، مع الروس، حنا كنجبدوها عندنا الحمد لله، الشينوا، مع سمعت اسمها هي الروح من عند طربتك البلاد تاعك. معقولة ما احنا هاد اول انا هاد الشيء كنخمم فيه. اسمع يا اخي انا ما كرهتش الوقت يولي اللور، يعني كنا نقدروا نردوا الوقت اللور 56 او 50 يا بوشمان حتى نخليهم سمعت حتى نخليهم فرنسا تعلم الروس وتعلقهم تما في الجزائر، ماشي اللي هنايا في ميزي هنايا. ولكن محمد الخامس الله يرحمه وليه بالرحمه كان رجل نيه وكان عروبي، يعني بزاف كيبغي العرب وحساب روحه حساب روحه يعني غادي حيت فرنسا خرجاته وحبساته وجلوه من بلاده وداو لمدغاسكار وداو للكورس وداو فهمتني، وبغى يدي براسي فرنسا. ولكن فرنسا واش دارت؟ فرنسا عيط على محمد الخامس قالت له اذا انت تبلع الحداده نردو لك بلادك. محمد الخامس قال لها لا، نهار اللي خوتي استقلوا انا نفهم انا وياهم. هما ولاو بقاو نيغوسيو مع الفلاقه مع اولاد الحرام مع الجزائريين دوك اللي كانوا قابضين اللي كانوا طبوا استقلال. وذاك الوقت المخابرات تاعنا ما كانش، كان كاع وقيله ما كايناش. ايوا هذيك سنيه وراه مسنيين ما عندوش هما استقلال على حساب على حسابكم نتوما على حساب السنايبي وعلى حساب المجموعه، هما راه ما عندهمش استقلال، ما عندهمش الورقه نتاع استقلال. متني تكون كانت يعني نردوا الوقت اللور واخا كمان عندك ساعات، ولكن الله غالب عمرنا ما ردوا الوقت وتشمتنا بلادنا مشات وصبحنا نتعايروا نتعايروا بالنسان تاعنا ونتعايروا سمعت نتعايروا بكل شيء. ولكن هاد الناس ما عرفوش المرأة المغربية اشنو هي. المرأة المغربية الأولى اللي دخلت الأمم المتحدة، الأولى اللي سقط بيلو تاع الطيارة، الأولى اللي سقطت، الأولى طبيبة سمعت. ولكن هما ما عارفينش هاد الشيء، هذا هما ما عارفينش. هما الأولى في فيلاج اللفت، الأولى في حمام بو حجر، الأولى ما نعرفين، الأولى هاد الشيء اللي عندهم هما. هما كيديروا لنا بحال داك قالك واحد جوج نساء دابزو جيران دابزو، وحدة عندها ولد حرامي ودابزو بالفم، وهذيك اللي عندها الحرامي قبضت الدري عطاتو لمها قالت لها شدي الدري نعايرها بيه سبق ما تعايرني. خرجت قالت لها يا ام الحراميين يا اللي ولدتي الحراميين، هادشي اللي كيديروا لنا الجزائريين. سمعتني؟ ايوا خويا واش غادي نقول لك، الله يعينك وكونتاكت بيناتنا.
السلام عليكم ورحمه الله. الله يحفظك الله يطول عمرك. و في الحقيقه راه ماشي راه كل تول موند سو سو. السلام عليكم ورحمه الله. غادي نزيد لك شي حاجه. هذاك خينا نتاع لي زيميغرين تاعنا هنا، انا كنشوف اخويا غير منين تكون شي ندوى تفوت في التلفازه نتاع المغرب اتما كيفوت ويحضر والله انا سمعته ما نعرفه، انا عمري ما سمعت به، عمرو ولا دار شي مانيفيستاسيون ولا دار شي حاجه، ولا حتى حنا نمشيو يعني لا بلاص دو لا ريبيبليك ولا نمشيو لا باستي ولا نمشيو، فهمتني؟ هادشي كاع ما كاينش. نعس وقيلا خالص وقيلا يمكن كيتخلص، احنا ما كنشوفوش اخويا، نشوفو في التلفازه في المغرب، نشوفو في التلفازه كيهضر على زيميغري في التلفازه، سمعتي؟ والتلفازه تاع المغرب كتستقبلو وطلع ليه. وحنضر فيك واحد خينا فات في التلفازه وحامى على زيميغري تما ما فوتوه، ما بقاوش يفوتو ذاك المغربي هذاك. يا خويا ابراهيم والله ما جاش نقول لك، يعني واش غادي نقول لك؟ الله يعاونك وصافي. وهادشي اللي نقول لك انا هادشي اللي غادي نقول لك. هي الحقيقة الدولة تكون عندنا هنا جمعيات وتكون خالصة، جمعيات يعني ماشي خالصة من التعاون، يعني الدولة كتتعاون فيها جمعية كتعيش خصها الفلوس باش تعيش، خصها الفلوس باش تدير هادوك لي تراكت باش نفرقوهم، خصها دير سمعتي هادوك الشيء ما كيجيش مرضينات وكلشي كلشي خص الدعم، ماشي بغيت هنا لي زيميغرادو اللي هنا كيجيب يعني 1200 أورو ولا 1300 أورو كيخلص 500 ولا 600 أورو نتاع الكرا، وكيدير الشطارة على نفسه باش يدخل هذاك هذاك الشهر يدخل المغرب يوقف والله يريد واحد لا جورني. لا هادشي راه مغربي، حتى الحكومة نتاع المغرب ما عاونتنا، ما كانش معاونة ولا شي حاجة، شي جمعيات ولا شي حاجة. كان هذاك طوسا، هذاك طوسا كيهضر ولكني حتى هو كنشوفو غير في التلفازة، كنشوفو في التلفازة صافي، معروف في التلفازة وكيهضر. أنا والله خويا ما نعرف، والله ما بقات عندي ثقة حتى في واحد، بقات ثقة غير في الملك. الملك الله يشافيه ويعافيه ويداويه من عنده، هادشي اللي نطمولو الله يجعله يشافيه ويعافيه، والناس بحالك أنت. سمعت حتى هذاك تاع بلجيكا، أنا راني هذاك تاع بلجيكا بغيت نهضر ما بغاش يجاوبني هذاك، هذاك تيجاني هذاك. الخرطي في الخرطي أخويا، اسمح لي والله إلا غير الخرطي في الخرطي. الخرطي في الخرطي، بحال حنا المغاربة كلها وكيجري سمو بحال شي سيلف سيرفيس، يعني واحد الريستوران اللي نتا تخطى في ما تاكل. هادشي المغاربة اللي كيديرو. شوف الجزائريين كيفاش لي مانيفيستو وداروا التصويرة نتاع الملك في 19 أيام وبقاو يتمشاو على الريستوران نتاع الملك. حنا ما قلناش نتمشاو على التصويرة نتاع الرئيس ديال الجزائر، لا، ولكن حنا نديرو العكس. وشكون معاش تهضر اخي الغوتي؟ اسمح لي والله مرة. شكرا شكرا شكرا. شوف الحمد لله، شو الجاليه المغربيه كيفاش كتفكر وبعقلهم وكذا. المغاربه هنا لداخل النوم والكسل، هادشي ديال هاد السيبر اتاك وهادشي ديال سي ان ان وايران رات اتاك، غادي نشوفوا شنو هما غادي هاد النتائج ديال هاد لي اتاك ديال ايران. خصو صافي راه ريبوها، كانت في الاول قبل ما يدير دخل هذا. راه قلنا لكم هادي سيتين كاع جيري ميتريزي بار لي زيتازيني، عندها الحق، عطاوها حق الرد دون سارتان ليميت. غدا شويه من على واحد جوج سوايع كلشي غادي يحبس، ما يقع والو. مسرحيه ديال المغاربه الحمد لله كاع عاقوا ان ولا كانت فريمون فري راه غطحنها الميريكان. وعاد كيقول لك ايران ليران كانت قالت ستي واي يونايتد ستيت مي ستي واي فروم ذيس وور بتوين اسرائيل اند ايران، الكذوبات وانهم لانشد ميسيلز توورد زعما راه لاحوا الصحافه كلها نهضت تقول ان هذه ضجه اعلاميه ان ايران راها كازيف الصواريخ دابا وسط تيل افيف وكذا. حنا غادي نشوفوا في تيل افيف، غادي نشوفوا شنو طاح في تيل افيف، غادي نشوفوا الضحايا وغادي نشوفوا داك الشيء اللي كاين. سمعتي هذاك الشيء كاع بين كوموديتي هاد لاكار الي
انكادري مؤطره من طرف الولايات المتحده حتى اليد ديال ايران اللي غاديه مع ايران تكالما بور كالمي لا طونسيون باش ما يبينوش ايران انها متآمره. لان يعني ايران متآمره وداخله في القضيه. ايران لو كان كانت عندها الجرأة الوقت اللي قتلوا السليماني اش داروا؟ ضربوا واحد ما عرفتش بلاصه خاويه ما فيها حتى واحد، قالوا راه حنا ردينا. راه هكذا سي كون توجور كوم سا الكلام ثم الكلام. انا ما يعني على اي حنا هذا البروبليم اللي كاين حنايا بعيد علينا، الشرق بعيد علينا، اسرائيل ما بينه وبينها الخير والاحسان بعيد علينا، القدس راه مهلي فيه الملك، لجنة القدس راه كتصرف عليه، المقدسيين راهم كياخذوا الصريف ديال المغرب، عندهم البورصه والمنحه كيعطيها لهم الملك المغرب من صندوق القدس، وراهم الاوقاف ديال المقدس اللي مهمين شراهم المغرب كاملين، محفظهم مسجلهم باش حافظ عليهم باش ما يتهودوش. والمغرب باقي عنده كلمته يدوز في المفاوضات باش يرونجي القضيه وصافي، ما كاينت لا هادي ولا هادي لا سيدي بن زكري لا والو. حنا غاديين في الصح، اسرائيل ما عندنا بها، اسرائيل بعيده علينا، فلسطين بعيده علينا. انا ما نقول لك لا فلسطين في القلب لا والو، نقول لك الصراحه ما فلسطين ما عندها ما تعطيني وما عندها ما تعطيني، خرجت ليا على المغرب. فلسطين ياسر عرفات راه خلى الورثه بالملايير، والرباعه ديال كاملين اللي كانوا معاه ديال الفتح وديال حماس كلهم لاباس عليهم، كلهم دي ملياردير، تعرف فيهم ما فقير، كلهم ملايريه كاملين. حتى داك جبريل راجوب اللي جات للجزائر وقال لهم انا اؤيد الصحراء الغربيه الجمهوريه، وكي قال هو دحلان وكي داير حنان العشراوي، حنا المغاربه عندهم الذاكره قصيره دغيا دغيا كينساو. ياسر عرفات براسو اللي معانق هو وبعبد العزيز المراكشي، راه يفوسو سوفونير وهذا الشيء، راه كيتلعبوا بالسونتيمون ديال ماروكان. ولكن التيار الاسلامواتي هو اللي مدخلنا هذا الكونفلي اللي ماشي ديالنا. حنا عندنا كونفلي ديالنا واضح مع الجزائر، حتى واحد ما جا رانجا لينا وقادنا ابار الامارات دول الخليج. حنا عندنا هاد الاحزاب ديالنا اكل عليهم الظهر وشارب، خاصنا شي حاجه جديده تجديد، خاصنا مواطنين جداد اللي عندهم المواطنه، عندهم المعقول، عندهم كارتيزيان، ما يحشموش، ما يدخلوش داكشي ديال اللي قيامه يوم القيامه، ويدخلوا العقاب والحساب، ويدخلوا كشي فرق الاسلام، يشوفوا الموضوعيه والمعقول. وبنادم اصاحبي حنا باقي المتخلفين، وبزاف الامور باقي ما وصلناش لوتوسيتيزونس ديالنا، الاكتفاء الذاتي ديالنا، باقي كنستوردوا لا تكنولوجي. وتهضر معايا حنا كاع لي بورطابل ديالنا ما مصاوهمش المغرب، هذاك اللي ناضي يدوي من الامام راه الميكرو امبورتي، البورطابل امبورتي، كلشي امبورتي، هاد لي ريزو كريي وهاد اركان التواصل الاجتماعي كلها اجنبيه، كلها اسرائيليه، كلها وريني شنو درنا حنا كاع كوميم كاع باش فين وصلنا، اش مستوى وصلنا ليه باش حنا غادي اون بريتون علي كومبات في اسرائيل ولا نمشيو نضربوا اوروبا، لان ضربتي سبتهم لي راه ضربتي اوروبا كامله. فين وصلنا بعدا؟ ها فين وصلنا لا ريفيلوس؟ حضرنا بكيلومتر في التقدم. فين فعلا خرجنا من ازمات وبعض الامور وخدينا المصداقيه ديال عده دول تحالفوا معنا وتعاملوا معنا، مي ما وصلناش ان سارتان نيفو اللي ولات عندنا لوتوسيفيزونس دون تو سكي نيسيسار للقرن 21 بيانتو 22 سيكل. مازال ما وصلناش، باقي حنايا كنتركلو وكنتفركلو باش نخرجوا من الدول المتخلفه. ما عندناش حنا نكذب عليك نقول لك المغرب راه وصل، لا، ولكن يلفو ترافاي. الا ما بديناش بهاد لي جينيراسيون صغار حتى هما ندخلو لهم فلسطين في راسهم والاعلام ديالهم من صغرهم من 5 سنين وينساو القضايا الوطنيه، كما قال السيد قال لك اسيدي ديروا شي وقفه وديروا شي لافته وقولوا لساركوزي الصحراء الشرقيه، واخا ديرها انا ما عنديش هاد الفكره، ولكن نخلي نطبخ. راه ما يجيوش المغاربه، ما ناخذوا لوتوريزاسيون ونوجدوا منا تماك جمعيه المطالبه بالصحراء الشرقيه، ما غايجيك حتى واحد، ما يخرجوش، لان حنا ما عندناش ذباب وما عندناش قطيع وما عندناش تأطير. الناس راه اطروا، جماهير غفيره اطروها، كيفاش ياكلوا، كيفاش يلبسوا، وقتاش يخرجوا، وشنو يديروا، مأطرين. هناك جماعات مؤطره في المغرب تخرج غير في المصالح ديالهم والمطالب ديالهم، ولا يهمهم مصلحه الوطن، لا تهمهم. والله حرق يمينا انك لا لقيتيهم في موقف مغربي، بالله والله لا لقيتيهم واقفين في موقف وطني، وبالعكس يعاكسونك في مواقفك الرئيسيه. غتشوف دابا فقيه كيقول لك هذوك راه خوتنا،
بحيث هو ما داوليش العرجة، ما داوليش الأراضي ديالو اللي مئات عام الوراثهم العائلة ديال سليمان هما كيغرسوا في داك النخل وكيراعيوه بحال شي دري صغير وكبروه وجاو داوه عليهم أرضهم، ما داوليش بحيث هو ما ماشي عائلته اللي تبولوا عليهم في إقليم أزيك. هادو غير الأحداث الجديدة اللي معروفة داخل التراب الوطني المغربي. سيد ما عرف تزبته ما عرف والو، داخل قال لك هو سولت عليه قال لك من العيد العيد كيدير شي خطاب بحال هكذا وكيغبر. فهمت انا هاد الناس اللي كيعطيوهم هاد المنابر وكيخرج للرجا. المغاربه راه عاقوا، المغاربه عرفوا ان مصلحتهم ما كايناش مع هاد الخوان الخاوي. عاقوا بالتيار ديال التيار اللاهوتي، التيار اللي كيوعدك بغدا يوم القيامه ما كيوعدكش بالواقع في الحياه. نتي كيوعدك انا جو فو فيفغ، انايا بغيت الحياه داكشي ديال غدا يوم القيامه لو سيرجيل سي لو ديو. حتى قمقوم ما غادي يكون يوقف معاك في قمقوم، كنقول لك حتى قمقوم ما يوقف معاك غدا يوم الا كانوا يامنوا. انا جو بونس هاد الناس ما كيامنوش بيوم القيامه. لو كان كيامنوا بيوم القيامه يخليو المواطن والشعب منهم لله. الا لان كاين قانون اصاحبي، كاين قانون كيجيري الوطن، كاين قانون كيجيري المواطنين، القاعده القانونيه، القاعده القانونيه، القاعدة القانونية وجدت لوضع حد للمخالفات ولأنانية الإنسان، لأن الإنسان أناني بطبعه، يبغي يدير لك ديالك، يبغي يكون قوي عليك، يبغي يحقر عليك، جات القاعدة القانونية ويبغي يخالف القانون، يبغي يعيش عصاكيز بالطريقة ديالو وما على بالو. جات القاعدة القانونية باش تضبط البشر، ماشي غير في المغرب، عبر العالم. وهذا القانون وضعوا الإنسان قانون وضعي، ربما اعتمد على مصادر تقاليد اعراف الكتب السماويه الشريعه ودار قانون وضعي. يعني احنا ما عندناش قانون، احنا ما عندناش قانون، عندنا قانون يخليو القانون هو يجري الشعب، بينما القانون السماوي اللي هي الكتب السماويه والشريعه خليو الله هو اللي غادي يحاسب ويحاسب. الا كنتو تامنوا به ولا دايرينو غير مسرحيه باش تسيروا البشر وباش تخلقوا القاطع تحكموا فيه بالوعيد والوعد والوعيد بالقيامه وجنه عدن والحور العين و وودان من الخمر او من نار جهنم وخالدين، الا سي لو ديو كي ديزيد مون امي. الا كنتو تعاملوا به ولا كنتو دايرينو غير باش دير بريسيون، سوا تخوفوهم بجهنم سوا توعدوهم تخوفوهم بجهنم سوا توعدوهم بالجنه باش تمكنوا من العقول ديالهم وتسيرهم من المواطن يعطيك عقلك. صلوا عليك صلاه الجنازه خويا. اسمع علاش كياخذوا لك عقلك؟ اش بقى عندك؟ عقلك عطاه لك الله. دائما كنقولوا لك هذا راه كيدوي. شوف انا كنهضر معاك اون طون كو بونسور، كنهضر معاك انا كمفكر، ما كنهضرش معاك كهري ديريك. موسي ربي خلقني باش نفكر، باش ندير انا لا سينتيز، لا تيزي لا سينتيز. سمعت؟ الله كي خلق الانسان عطاه لو سل اغما، لو سل اغما الارم اخطر سلاح عطاه هو العقل ديالو. الا جا قمقوم دالك عقلك ويسيرك كيما بغا هو، ما بقات عندك حتى قيمه، وليتي زومبي، وليتي بهيمه احسن منك. بما مرة كتعصي، كتعوج هاك ولا هاك، لأنك تمشي بالغريزة ديالها. أما أنت راه خدالك هذاك عقلك ودارك سي بور سا باش خلقوا دوك الإرهابيين اللي كينتحروا اللي كيعمروا متفجرات، لأن عقولهم سلبت منهم. وحنا عندنا قانون وضعي يا صاحبي، عندنا قانون مدني، عندنا قانون إداري، عندنا قانون جنائي، عندنا قانون مالي، عندنا قانون بنكي، عندنا قانون عقاري، عندنا قانون كذا وكذا، عندنا تو لي كود دو لا في، لو كود دو روت، لو كود دو نافيغاسيون ماريتيم، عندنا لو كود دو نافيغاسيون ايرونوتيك ماريتيم، عندنا الكود ديال الفامي اللي هو لو سول اللي بعدا مخود من الشريعه ومن الاسلام ومن القانون السماوي والكتب السماويه هو مدونه الاحوال الشخصيه. وكل شيء باغي يجتهد فيها وباغي يروض صداع وداك الشيء. هذا راه الدوله كتطور على حساب تطور العصور، تتماشى مع الانسان، الانسان راه كيتطور. على الانسان خلق لابس حوايجو، على الانسان خرج تخلق ببلود جين وتخلق بكرافاطا وبرودكان ولا صباط ولا تخلق بالسلاح ولا بشي جنويه باش الانسان تخلق بدون ادوات وبدون الات وبدون ملابس. وبفضل عقله الذي اعطاه الله تطور الى وصل هذه المرحله اللي احنا فيها. وجينيوم داك العقل اللي هو اغلى ما عند الانسان تجي تاخذه ليه؟ الا خليو الناس يفكروا بعقلهم وخليهم يختاروا الطريق اللي تعجبهم. وداك التاثير السماوي والوعد والوعيد وتخلعهم بجهنم وعذاب القبر وكذا، ادخل معاه في الواقعيه قول لي اعمل عملا صالحا وربي وليداتك مزيان وكذا وما تشوف غير الخير ان شاء الله.
ودابا انتما وليتو محكمين في القانون السماوي، وليتو انتما اللي انتما اللي تنوطيو هنا بنادم. فوالا انت عندك دوز سيرفان، انت مويان، انت تمشي واحد البلايصه في الجنه، انت عندك 18 سيرفان، انت ما دارنا ليك جن. انت يا بئس المصير، انت خويا ما هادي ما هادي، انت خاصك بزاف باش توصل للجنه. ولاو كينوطيو عباد الله، ولا انت كتهضر وما كيحاكموه، هما كيدرسوا فيك، ما كيشوفوش المحتوى ديال الكلمات. او هذاك شكون وشنو هو، اش المذهب عنده، اش هادي. لا ما تفكرش اش المذهب عندي هنايا، انا مغربي احترم القانون المغربي، القانون الوضعي اللي هو لو كود دو نوتر في، هو القانون الوضعي. القانون السماوي من نقل الله، الكتب السماويه وضعت للانسان، والانسان خدا منها اللي هو مهم وخدمه في القانون الوضعي. والمسائل اللي بقات اللي ما قدرش يطبقها مباشره، اللي استحاله التطبيق ديالها، قطع اليدين والاعدام والجر جنبر الحجار والدفن حي وداك الشيء، خلى داك الشيء خلاهم منه الله. الا كان هذوك الناس كيامنوا بالاله كما يصرحون وكما يظهرون في المظاهر ديالهم، اي خليوا العبد بينه وبين مولاه، ما يفرضوش عليه شي حوايج بحال باغي يفرضوا عليه الجنه صحه، او كان شي واحد كيفرض عليك الجنه صحه، علاش هو زعما هكذا عزيز عليه نتايا وباغي يفرض عليك الجنه؟ زعما علاش كباغي يفرض عليك الجنه؟ فكر فوا تخانتي بوكو سيت هوم لا انسيس بوكو جاي او باغادي. زعما كاع حد المحبه وهذا الشيء ديال الانسانيه في هذا السيد باغي يديك للجنه. كاين ان بلون، كاين اجندا، كاين اعتيار، كاين شي امور اللي كيستعملوها باش يكبروا لو تروبو ويسيروا على حساب لي بروغرام ديالهم، على البرامج ديالهم. انا كي كنهضر هكذا سا فو با دير كو جو سوي كونتر لا ريليجيون، انا مع الدين، والدين هو جزء من الحياه الانسان، ضروري من ديانه، ضروري من معتقدات. الا ما كنتيش مامن وما مامنش بلو دولا، كتولي السيبه، تولي لاناخشي في العالم. اللي ما مامنش بلي كاينه لا بينيتونس من بعد، راه غتولي السيبه في العالم. كيقول لك فولتير سي دون اكزيستي الفالي لانفونتي. دونك حنا كنقولوا غير هاد الناس اللي كيستغلوا، الناس اللي قلت التفكير او قلت لا ديدكسيون، كيستغلوهم وكيولي ردهم قاطع ويستعملوهم لمصالحهم، ولا تهمهم دوله ولا امه ولا مغاربه ولا قضيه وطنيه. ما يهمهم هو ان يكونوا الاقوى، واللي عندهم الكلمه هي الاقوى، ويكون عندهم تاثير على الحياه ديال المغاربه وعلى نمط العيش ديال المغاربه، وربما يهددون استقرار المغاربه ولا سيرينيتي، داك الهدوء وداك الامن كيهدوه. احنا شوف انا الهضره اللي كنقولها، انا عارف بزاف ديال الناس غيمشيو يأولوا الهضره، وانا كنفهمهم، لان اللي عقله ضعيف كيبقى يشوف لك غير في لو دوغري دو كرويونس ديالك، درجات الايمان ديالك. ودرجات الايمان بيرسون نو بو لا جيجي، لانها فيرتيال، اني با بالبابل، اني ايماتيريال ماشي ماتيريال. الايمان ما كيتشدش باليد، الايمان ماشي شي اوبجي، شي حاجه ابستريت ما تقدرش تشدها. وشكون يتحكم فيها؟ لابستري، لابستري شكون هو؟ راه الله اللي ما كتشوفوش، بحالو بحال الايمان اللي ما كتشوفوش، هو اللي كيعرف واش مؤمن واش مؤمن. لو كنتي تامن بالله خلي بنادم تروكيل عليك، ولكن هناك قانون يحاسبه في الارض في المخالفات. حركتي فروج اخويا تخلص بيناليتي، درتي جريمه سرقتي تحاكم في المحكمه، الا ما ثبتش البراءه ديالك تمشي للحبس. داكور، ضربتي واحد ولا قتلتي واحد تمشي للحبس. كاين قانون وضعي اللي هو يتساوى مع القانون ربما، ولكن بطريقه اخرى. وهذا القانون هو اللي منظم الشعوب. انت باغي تخرجني من القانون الوضعي اللي هي به نحترم الشعب ونحترم المجتمع ونحترم الدولة ديالي ونحترم راسي، ودخلني في واحد القانون السماوي اللي هو سي با لا لوا اوفيسيال، هذاك اختياري، ولكن ماشي هو القانون. القانون حنا عندنا دستور، واش يمكن انا نخلي الدستور ونمشي لشي حاجة أخرى غير الدستور؟ نخالف الدستور. الدستور هو القانون الأسمى في البلاد، هو واش واحد غيأولها يقول لك هذا راه الدستور ردو أكثر من القرآن. القرآن خلي عليه تروكيل، خلي عليك القرآن ترونكيل، ما تهاجموش الناس اللي هما كيفكروا، اللي عندهم لو كوراج دو ريفليكسيون. كاين اللي كيخاف يفكر، يقول لك ناري الا فكرت هكذا غادي نقولوا لي راك ملحد. كاين لا الحاد لا والو، الالحاد ما كاين لا والو. لو ديو كيتامن بالاله وتامن بما انزل الله
حتى واحد ما يدخلك في الايمان ديالك. ربما هما تلقاهم ماشي مؤمنين كاع، ربما ميتريزين لا ريليجيون بور جيري اي ساكاباري دي سيرفو دي زوت باش ياخذوا عقل اللي ابسوربي العقل الاخرين ويسيروا. وهذا الشيء راه ناجحين فيه، جو فوا ناجحين فيه، لانهم كنشوفوا على ان هما سون نومبرو ومين كيبغيو يمانيفيستي وكتلقاهم خارجين، سيتادير عندهم مؤطرين منظمين، عندهم اوقات الخروج اوقات السكوت، او عندهم الوقت اللي كيغبروا ما تشوفهمش، عندهم الوقت اللي يبانوا كاملين تقول اوه هادو منين جاوا، فهمت؟ عندهم لا هذه ماشي علمانيه، هذه غير فوغ العلمانيه. انا دابا حنا دوله كنقطعوا الريوس، يلا دابا ما تقول لي دوله اسلاميه، يلا الدوله المغرب كيقطع الريوس، المغرب اللي قتل كيقتلوه كيعدموه مش ناقه، على المغرب اللي كازنا كيجرجموه بالحجر ولا 100 جلده، وكون واقعه صاحبي اش قرب العلم اش قربك العلم. هذا هو الديفو ديالكم. انا كنهضر كنعطي التفسير ديال فاسون كارتيزيان، انت براغماتيك تا كتجي تقول لي انت كتشجع العلمانيه، مالك انت والعلمانيه؟ وكاش كان العلمانيه؟ شنو هي العلمانيه بالنسبه ليك؟ العلمانيه راه ماشي الحاد وماشي كفر، العلمانيه هي خلي الدين ترونكيل وسير امور الدوله بالطريقه قانونيه منصفه بالعداله وبالحق وبالقانون وعدم التعدي والظلم. هذه هي العلمانيه. شنو هي العلمانيه؟ لا لايسيتي، ها هي تركيا لايك، مالها تركيا؟ هضر على تركيا، ها ما تقدينيش علاش نهضر، ما تقدينيش تقولي هضر على القراقير. وسمعت سي با توا كي موريونت لا ديسكسيون، سمعتيني؟ تي كيت لو لايف سيتو، خرج من اللايف سيتو، سمعت؟ حنا ما بغيناش الظلاميين يسيروا عقول المغاربه. انت ربما ظلامي، انت ربما من المشجعين على الظلاميه وعلى الاستيلاء على عقول المغاربه البسطاء، انت منهم. من انا ما جبت لا علمانيه لا والو. هضر على اردوغان، قال لك اردوغان عطى واحد لورد باش ما يمونوش اسرائيل بالوقود ديال الطائرات حتى يحبسوا التخربيق. يا خو داكشي التخربيق ضحكوا علينا، حنا ضحكوا علينا، راكم لقيتوا على من ضحكوا، ضحكوا عليا انايا، انا جي مون فيش دو فو كاملين نتوما، والله ما على بالي بكم بالله. سمعت؟ ضحكوا علي انا، ضحكوا لي على ولادي، دخلوا لهم تاخذوا لي عقلو. انا بغيت ولدي يكون كرياتور، يكون انفونتور، حفيد، يكون ما قدش لوكازيون قلت له تبع ويامن بالله ويامن بالملائكه ويامن هذاك سي تاني كيليبر لا سبيريتياليتي داخله في ليكيليبر دو لا بيرسون، ماشي انت تجي توريني. سمعت؟ بحال كتخلعك العلمانيه. العلمانيه شنو هي؟ العلمانيه راه غير نظره تحبسك من الصلاه. حنا المساجد عندنا اكثر من مكه، اكثر من الكعبه، اكثر من السعوديه، وجده فيها عدد المساجد اكثر من السعوديه. كان شي واحد كيمنعك، كان شي واحد يقول لك اش كتفيق الفجر كديرونجينا، كان شي واحد منع الهو بارلور ديال الجامع، لانه الشيطان. هذه بلاد ديال الاسلام وفيها الاسلام وفيها ناس مسلمين وفيها ومسيره بيان كوم لو فو، كاين ملك اللي هو كيترونس هو امير المؤمنين، كاين الاوقاف، كل شيء مريقل بحال المكانه، تيك تاك تيك تاك تيك. انتم كتنقزوا، حنا كنحضروا المواطنين انهم يرتبطوا بالقانون ويحترموا القانون بدون التخلي على طقوسهم وعلى معتقداتهم الدينيه وايمانهم الديني. ما كنقولوا لهمش توليوا عبيد ديال الظلاميين اللي عندهم اجندات، ما كيامنوش بالوطن، ما كيامنوش بالامه. سمعت؟ انا كنهضروا هذا الشيء. و تي با اوبليجي باش تدخل لللايف، فهمتي؟ تي با اوبليجي. هذه انا لاميسيون ديالي، سي ما كونسيونس كي مي في بارلي، الضمير ديالي اللي كيقول لي وعي العباد الله. ان هناك المستغفلين في المغرب، عدد كبير مستغفلين، الله يحسن العون. ناس لا هي في الزمان كتقلب ما تاكل، كتقلب باش تعيش، وما بحثتش وما قراش. حنا راه طبنا بالكتب. راه شتي انت كدوي معايا، انا ا 17 راني مع لي فرير ميزيلمون، قول ا 16 راني مع لي فرير ميزيلمون. لي زاني 75 76 76 كنت مع لي فرير ميزيلمون، كانوا محضورين وسريين، اللي منهم خرج الفيس، ونعرف الخبايا ديالهم، ونعرف شنو كيدار، ونعرف الافكار ديالهم، ونعرف داك الشيء كله كنعرفه. ولكن الوقت اللي كتعرف الامور اللي هي معقوله معقوله اللي ماشي معقوله معقوله. المغرب بلد تعايش، بلد الحياه، المساجد الحمد لله موجوده،
كتحل اوقات الصلاه. شتي في العيد المغرب كيحط تم رقم قياسي في الصلاه باش تعرف بلي هنا ناس متدينين بالفطره هنايا في المغرب، ما محتاجينش الظلاميين يقيديوهم. سمعتي؟ هذا بقى تفلسوا علينا غير اللي دوا تبغيو تلصقوا لي التيكيتا باش تولي. انا ما تلصق لي تيكيتا اصلا، انا ما كنمثل حتى شي تيار وحتى شي حزب وحتى شي والو، كنمثل غير راسي. ما نقول لك لا طابت لا نحرق داك شي شغلك، انت عيش بالتفكير ديالك وبالضمير ديالك، ولكن كون غير ايجابي غير مع راسك، كون بوزيتيف. سمعت؟ ايوا حنا كننبهوا المغاربه اللي كيطيحوا في البياج، العاطفه مع الشرق، العاطفه مع فلسطين، العاطفه اكثر من القياس، وينسى ولادو، لان ولادو راه هو المغرب والاحفاد ديالو في المغرب ماشي لهيه. علاش ما تاخذش مسؤوليه ضمير الدوله العثمانيه؟ من سلم في طابق من ذهب فلسطين الى الغرب؟ هي تركيا، هي الدوله العثمانيه. لماذا ليس لها وزن في القضيه؟ لماذا ليس لها تدخل في القضيه؟ الله فسرها لي. علاش المغرب هو الوحيد اللي ياخذ على داره؟ مشاو المغاربه وجاهدوا المغاربه وخلاو بلاصتهم تما المغاربه، الى متى المغاربه هما الوحيدين اللي يوليو يدخلوا في هذا الملف، هما اللي يمشيو يموتوا في فلسطين؟ ها؟ لماذا الدول اللي هي مسؤوله واللي هي عندها القوه النوويه وعندها القوه ها؟ وما يدخلوش هما؟ لماذا دائما المغاربه يحمل المغاربه يحملون المغاربه مسؤوليه القدس، بينما القدس المغرب مجيريه بيان كوم إل فو، ويحملوا مسؤوليه فلسطين؟ فلسطين مسؤوليه المسلمين كاملين، با سيرمون ماروكا، وماشي غير فلسطين، الانسانيه كلها مسؤوليه الناس الانسانيه، راه ماشي غير الدين، راه اي حال الايغور هضر عليهم شي واحد، الروينغ هضر عليهم شي واحد، على هذوك ماشي بشر اللي كانوا كيطيبوهم ويعطيهم للكلاب ياكلوهم، كياكلوا مع الكلاب. اسوايو كوريكت اصاحبي، يكونوا موضوعيين. سمعت؟ الدين خصني نشوفه فيك في التصرف ديالك، ماشي تحفظ لي اربعه ديال المذاهب وتدخل لي تقرا لي الكتب ديال الاخر. لا، الدين خصني نشوفه فيك. شكون هضر على التشيتشيني؟ هيا مشى سيدي سباغي. الناس اللي كانوا يمشيو يتكافحوا مع طالبان فينا هما؟ وايامات كانوا ضد روسيا، من بعد ولاو ضد امريكا. راه شوف داك التلاعبات، بغينا المغاربه يفيقوا راسهم، يخدموا بلادهم، يربيوا وليداتهم، ويطلعوا كارتيزيان. والدين حتى واحد ما منعك من ممارسه العباده ديالك. العباده في المغرب ليست ممنوعه. صلي الصلوات ديالك الخمس، ودير الاركان الخمس، وصلي الصلوات ديالك، ودير اللي عجبك، حتى واحد ما يأديك. المغرب بلد اسلامي اون ماجيسكيل. سمعت؟ ولكن يحترم حرية الآخرين. المغرب فيه لا توليرونس، في القانون ديال المغرب إلي توليرون. وما تجيش أنت تفرض عليا القصاص، أو تفرض عليا 100 جلدة، أو الرجم بالحجر، داكشي سي أونتيغي، موغي أونتيغي. سمعت؟ رجعنا واحد 14 سيكل أونارير، أفيك لالا سبيريت، واحد ما يقبلها لك، ماشي أنا، واحد ما غادي يقبلها لك. إن الإنسان غادي وكيتطور. ودايور كاع الحاجه اللي عندها علاقه بالاله وباليوم الاخر ماشي شغل البشر، هي البشر كيستعمل الدين ليرشدك للعمل الصالح، ماشي باش يحاسبك، الله اللي يحاسبك. ارشده الى العمل الصالح، قول يكون نقي، كون بروب، اعمل وصور فلوسك بالحلال، ودير كذا ودير كذا، ولكن ما توعدوش وما تهدوش. لا توعده بتعطيه الوعد الجنه او ترهبه بجهنم، داكشي ماشي شغلك انتايا. خلي الانسان حريه الاختيار، الطريق التي تناسبه، والحياه التي تناسبه، والاسلوب الذي يناسبه. ولا بغيتي الا بغيتي، حنا كنديروا هذا الشيء غير باش ليبيريو الضمير ديالنا، باش نفيقوا. الا سمعوا لينا، انا راه ما عنديش حق كيتصنت لي واحد، انا مالك خايف ومخلوع؟ بالك خايف مالك؟ انا ما كيتصنتوش ليا الملايين، راه اربعه ديال الناس راهم حاضرين وكيشوفوا، يلا واحد 5 مينوت ولا 2 مينوت، عاد كروا كل الناس كيتبعوا اللايف ديالي حتى يسالي؟ لا، راه 4 دقائق 5 دقائق، انا عندي تولي رابور، راه ما عنديش متابعين. عاد تبقى تغلط تقول هذا راه غادي ياثر على الناس، شحال واحد كيقول انت كتاثر على الناس، باغي ترد الناس، علاش غنرد الناس؟ انت شفت عندي انايا هنايا انفول بحال اللي كيخرجوا في ما تخلعش، ما تخاف، ما والو، ما عنديش انا. شوف السيد تخلع، قالك انت راه كتشجع الناس، شكون هاد الناس؟ شكون حاضرين هنايا؟ على اي، شكرا لكم. حنا شوف قالك وبلغ، حنا كنبلغوا
وكان فهموا المواطن باش ما يخافش يعيش حياته عادية. راه القانون الوضعي المغرب راه القانون الوضعي المغربي يراعي للديانة الإسلامية، سمعتي؟ لا راه القانون الوضعي اللي مصاوب في المغرب لا كوديفيكاسيون لي فرونسيز، ولكن دارتها لا ميزاجور كونفورميمون او مود دو في ماروكان ملائمة. وكان هضر معاك انني انا ما جبتلكش داكشي من العشوائية، انا جو سوي ان نوم دو، انا جو سوي ان جوريست ان نوم دي لوا، عندي ابحاث معمقة في القانون، جميع انواع القوانين وتاريخ القانون ومصدر القانون وصداعة القانون كاملة، القانون السماوي كاع الكتب اللي كاينين راني قاريهم عارفهم شنو كاينين. ولكن حنا ناس كنهضروا بلا سبونتانيتي بكل تواضع، وكنبسطوا وسائل التواصل باش الفكره توصل بكل سهوله بكل سلاسه بدون فرض اسلوب الحياه على الانسان، كله يعيش حياته كيبغى. سمعت؟ انا نقدر نقول لك غدا نخرج نتمشى على رجلي ونعيش غير بخزواتي وصام في غران بليزير، ماشي من انا ما عنديش لي زيكزيجونس دو لا في، متطلبات الحياه صعيبه ما كنطلبهاش انايا، فهمت؟ جو بو فيفر سون زارجون، نعيش نورمالمون بلا عقده بلا حتى حاجه. سمعت؟ علاش؟ عندي الثقه في الشخصيه ديالي، انا ما كنعرفش ما كنلعبش على المظهر، المظهر بور موا نا اوكين امبورطونس، ما عندي والو. ولكن جامغي بيان كون لي سيتوايان ماروكان يكونوا عايقين وفايقين الخطر انهم يديو لهم دماغهم، الا استطاعوا سلب عقولهم ويسيروهم كان الامن ديالنا كيولي فيه خطر، المستقبل ديال الاطفال ديالنا يولي فيه خطر، لان عندهم افكار خطيره جدا. خصو يقيديك يقول لك لا هذا الشيء ديال الحياه ما دايمش، لا خصك تخدم يوم القيامه، وراه حنا كنعرفوهم وكل شيء بلا ما تبقاو على ايين. نتمنى ما يفهمونيش غلط، وعاود نقول لك لا هضر غير على القراقير وهضر على القاقير، وهذه راه قله الاداب. اسمح لي اسمح لي، هذه القضيه هاد القضية هاد العقلية هادي خامجة، اللي بغيتي تسمحها مني نقولها لك، عقلية خامجة. وهاد الناس اللي كيديروا كيما هاد رغيف هادي، انت ما تعرفش هادي عقلية خامجة، هاد الاحتقار ديالكم عقلية خامجة ديال هاد النوع اللي كيهضر كيما هكذا. انا راه دري صغير عنده 4 5 كون كنسمع ليه حتى يسالي ويفهم ونعرفوا شنو بغى، وندير لكم كتهضر تنقز سير القراق، على بان لك انايا ها، على بالك انا صافي ما عمري قريت، ما مشيت المدرسه، ما عارف والو، 66 عام كبرت غير هكذا، وشاد لي زافير وشاد كذا ولا ميتريز، تجي انت تجي توري لي تقول لي خصك غير القراقير، تسناني نهضر لك شي هضره سير مزير تعجبك. سمعت؟ كاين الناس اللي كتعجبهم الهضره لان عندهم نفس الافكار، لانهم متغذين بالتجربه، تجربه الحياه الحقيقيه، ماشي هذاك اللي بارك في العش ديال ماما ولا ديال با ولا شي درب ولا حاقد ما وصلش، اي واحد بان يحقد عليه. سمعت؟ تحياتي للمغاربه، المغاربه الحقيقيين اللي ماشي بالوثائق، المغاربه اللي كيبغيو بلادهم رغم مشاكلهم، لان كاع عندنا مشاكل. انا ما نقدرش نحكي لك مشاكلي، جو سوي با لابوغ، عمرني نقول لك مشاكلي، يوقع لي العجب مع الدوله مع السلطه مع كذا ما نقولهم لكش، لان انا الدور ديالي هو نزرع فيك الحب ديال البلاد، ونزرع فيك الامل، ونزرع فيك التفاؤل والاراده، الى ديتيرميناسيون لابنيغاسيون، ديتيرميناسيون الاصرار باش توصل. اما انا جاي نعطيك انا السلبيات راه موجودين هاك شاهدين، راه هما اللي موجودين. سمعتيني ولا ما سمعتينيش؟ لا فوالا، اسهل حاجه تتبعها هي طريق الشيطان، هي اللي سهله، اما طريق الصحراء صعيبه. قال لك مختص، قال لك بعض الناس يرون الغوتي اختصاص في القرا في القراقير. واحد النهار انا دخلت للدومين ديال الكره، دي زاني نهار اللي بديت هاكي ينمو بعضياتهم، هاكي يقول لي هذاك راه غير معلم الشكاره، مي دخلت وسط منهم بديت نوريهم لي زاتوريي ونوريهم الكوريجيهم ونوريهم لو ريت ونوريهم الخدمه، كلشي ضرب الطم، كلشي سقل، قلت لهم انت سير دير ديبلوم، وليت كنخلص لهم لي ديبلوم، هما كيعرفوني لدابا، سير دير ديبلوم سير تكون، وكنت انا كنفينونسي لهم يمشيو يديروا لي ديبلوم ديالهم، ودرت علاقه مع لا ليغ ديال الاخر، وكنخلصهم لي ديبلوم ديالهم من الدي من السي حتى للبي حتى للا. الله يهديكم، التواضع مزيان، سمعتي؟ كل اللي يتواضع كيزيد يتعلم، واللي يحسب راسو راه معلم راه ما عمرو يتعلم. الى اللقاء، تبارك الله عليكم، تصبحون على خير.